بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نضبط إعدادات رواتر الـ VDSL أو الرواتر اللي بتشتغل مع تقنية الإنترنت فائق السرعة زي العروض اللي نازلة من شركة وي الأيام دي. لو أنت اشتركت في أحد هذه العروض وعندك راوتر DSL قديم فكأنك ما اشتركتش، لأن إحنا وضحنا قبل كده في الفيديوهات إنه راوتر DSL اخره او خدمة الدي اس ال اقصى سرعة بيقدر يوصلها لك هي 24 ميجا، ده اذا كان الخط بتاعك احسن حاجة. ولكن لو انت اشتركت في سرعة 30 ميجا سرعة او 70 او 100 وعندك راوتر دي اس ال فمش هيوصلك منهم حتى لو خطك كويس غير ال 24 ميجا، لانه هو اخر الاي دي اس ال كده. ولكن احنا هنتعلم النهارده ان شاء الله ازاي نعمل كونفيجريشن او نعمل برمجه او نظبط اعدادات رواتر الفي دي اس ال اللي احنا زي ما قلنا بتتحمل السرعات العاليه لحد 100 ميجا. الحقيقه الكلام اللي انا هقوله ده بينطبق على اي راوتر، يعني انت لو معاك اي راوتر وعايز تعمل له اعداداته او تعمل الكونفيجريشن بتاعه عشان يشتغل على اي خط، الكلام اللي انا هقوله ده بيمشي على اي راوتر. اول حاجه لما تيجي تظبط اعدادات اي راوتر، خطوه رقم واحد انك لازم تربط الراوتر بالخدمه بتاعه الدي اس ال، وده عن طريق البيانات اللي انت بتاخدها من الشركه. ده لما حضرتك بتروح تعمل تعاقد مع تي اي داتا اللي هي وي دلوقتي او اورنج او فودافون او اي شركه، في العقد ده بيبقى فيه حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد او اسم المستخدم وكلمه مرور خاصه بالخدمه وليس بالراوتر، عشان في ناس كتير بتخلط بين اسم المستخدم وكلمه المرور خاصة بالراوتر واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمة اللي هي الخط الارضي. عشان تفرق بين الاتنين بكل بساطة، اولا اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالراوتر 90% منها بتكون ادمن اليوزر نيم، والباسورد بيكون ادمن او مكتوب على ظهر الراوتر، وده احنا بنستخدمه عشان نفتح بيها صفحة الراوتر وندخل على الاعدادات. لكن كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالخدمة دي بنستخدمها عشان نربط بيها بين الراوتر اللي معانا والخدمة اللي بناخدها من الشركه. اسم المستخدم بيبقى مجموعه من الارقام كده @tedata.net، ده بيبقى اسم المستخدم. كلمه المرور الخاصه بالخدمه بتبقى 5-6 ارقام برضو، دول زي ما قلنا بنستخدمهم لربط الراوتر اللي قدامنا ده بالخط الارضي اللي جاي لك عليه خدمه الانترنت. يبقى اول حاجه فرقنا بين اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالخط واسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالراوتر. اول خطوه بنعملها طبعا بنربط بين الراوتر ده والخط الارضي او خدمه الانترنت اللي جايه عن طريق الاي دي اس ال او الفي دي اس ال، عن طريق ان احنا بنكتب اليوزر نيم والباسورد الخاصه بالخط داخل الراوتر في الاماكن اللي موضحه ليها اللي زي كده، وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. تاني خطوه بعد ما ربطنا الراوتر بالخط الارضي او الخدمه، بكل بساطه بنخش بعد كده نظبط اعدادات الواي فاي اللي هي زي اسم الواي فاي وانك تحط باسورد وشويه الحاجات بقى اللي انت عايز تخفي الواي فاي، عايز تفتح مش عارف ايه الكلام ده. يبقى تاني خطوه ظبطنا اعدادات الواي فاي. تالت خطوه وهي اهم خطوه هي اعدادات الحمايه، واعدادات الحمايه هنا بتنقسم لشكل اعدادات حمايه الراوتر نفسه عشان ما حدش يخترقه، ثانيا اعدادات حمايه الشبكه عشان ما حدش يقدر يجيب الباسورد بتاعها، وده هنشرحها بالتفصيل الممل في الفيديو. كنا عاملين فيديو قبل كده هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الديسكريبشن او في الوصف، 5 أو 6 طرق تحمي بيهم الراوتر بتاعك من اي حد، معنى كلمه من اي حد مفيش حد يقدر يوصل لكلمه المرور الخاصه بالراوتر. تابعوا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا طبعا هنكتب في شريط العنوان 192.168.1.1، بعد كده في اليوزر نيم هتكتب ادمن، في الباسورد هتكتب الباسورد اللي بيبقى موجود على ظهر الراوتر، واحنا بنشرح اعدادات راوتر HG630 فيرجن 2، وده الراوتر اللي بيدعم تقنيه الفي دي اس ال. طبعا بعد ما تكتب اليوزر ادمن والباسورد تحت زي ما قلنا مكتوب على ظهر الراوتر، بتضغط على لوج ان. بعد ما بتضغط على لوج ان بيطلع لك الاختيارين اللي قدامك، لو عايز تغير الباسورد بس احنا هنقول له موديفاي لتر هنغيرها فيما بعد. بيجي قدامك 3 اختيارات، انت اول خطوه عايز تظبط الاعدادات بتاعه الراوتر بتضغط على السيت اب ويزارد، فوق بقى بتكتب اليوزر نيم وتحت بتكتب الباسورد بتاع الخط، وبعدين بتضغط على نيكست. طبعا اليوزر نيم بيبقى @tedata.net.eg زي ما احنا عارفين، هي تبقى مكتوبه لوحدها في الرواتر بتاعت تي داتا. بتضغط على نيكست، بعد ما تضغط على نيكست بيجيب لك اعدادات الشبكه. اول فوق اول حاجه فوق بيقول لك اختار اسم الشبكه اللي انت عايزه وليكن اي حاجه. بعد كده بتختار الباسورد الخاص بالشبكه، والمربع اللي تحت ده لو انت علمت بيه هيظهر لك الحروف اللي انت بتكتبها بدل ما هي نقط سودا كده هيظهرها لك زي كده بالظبط.
بيظهر لك الباسورد بالظبط. وبعد كده بتضغط على سيف عشان يسيف اعدادات الشبكه الباسورد والاسم بتاعها. كده خلصنا تاني حاجه، ولكن لسه عندنا مشكله الحمايه. هنضغط على هوم اند نتورك اللي فوق دي، وبعدين طبعا دي فيها جميع الاعدادات الخاصه بالشبكه، سواء بقى شيء اللان او الوان او الحمايه او الاي بي او الدي اتش سي بي اللي بيوزع الاي بيهات، ده كله مالناش دعوه بيه عشان ما حدش يتلخبط. احنا هنركز على حاجات. اول حاجه لازم نقفل حاجه اسمها دبليو بي اس، وده بيمثل ثغره اي حد ممكن يخترقك من خلالها. هنا طبعا زي ما احنا شايفين المعلومات الخاصه لو انت عايز تعدي عليها فيما بعد. ده نوع تشفير الحمايه والباسورد والاسم بتاعه وكل حاجه انت عايزها. وفي الاخر طبعا بتضغط سيف تحت عشان يغير لك اي حاجه انت عايز تعملها. بعد كده احنا قلنا اهم حاجه في الحمايه، بتضغط على ال دبليو لان اكسس اللي فوق دي. طبعا الاول بعض الاعدادات تحت كده مالناش دعوه بيها دلوقتي، وهتضغط على ال دبليو لان اكسس وهتشيل العلامه من جنب انيبل دبليو بي اس عشان تعطل خاصيه ال دبليو بي اس اللي قارفه الدنيا، واي حد اي عيل صغير يقدر يخترقك لو انت مفعلها. بعد كده طبعا هتروح تغير اليوزر نيم والباسورد بتوع الدخول على الراوتر مش بتوع الواي فاي عشان محدش يقدر يخترقك بعد كده او يغيره. هتروح في الجنب تضغط على مينتين. بعد ما بتضغط على مينتين بتضغط على اكونت مانجمنت اللي فوق دي، بيجيب لك الاكونت اللي موجود عندك، بتضغط على ايديت فوق بتكتب اليوزر نيم الباسورد الحالي اللي هو موجود على ظهر الراوتر اللي انت دخلت بيه، تحت بتكتب الباسورد الجديد وبتكرره كمان مره، وبعد كده بتضغط على سيف. وبعد ما بتضغط على سيف كده بيتم تغيير الباسورد الخاص بالدخول على الراوتر. يا رب يكون الشرح بسيط وسهل وصل لكل الناس. الخطوات اللي احنا عملناها دي تقدر تعملها في اي راوتر، يعني اي راوتر هتبرمجه او اي راوتر هتعمله كونفجريشن، او حتى لو عندك راوتر والنت فيه مشكله وهتعمل له ريسيت. ريسيت اللي هو انك بتجيب ابره او تجيب قلم او اي حاجه وبعدين بتدخلها في الفتحه اللي مكتوب عليها ريسيت زي اللي في الصوره دي كده، وبتستنى حوالي 10 ثواني او 20 ثانيه، وبعد كده تبتدي تظبط اعدادات الراوتر او تعمله كونفجريشن من جديد. نفس الخطوات، بتربط الراوتر مع الخط الارضي عن طريق اسم المستخدم وكلمه المرور اللي بتيجي من الشركه اللي هي شكلها كده. تاني حاجه بتظبط الاعدادات الخاصه بالواي فاي، الاسم والباسورد والحاجات دي. تالت حاجه واهم حاجه انك بتعمل حمايه خاصه للراوتر وحمايه خاصه للشبكه نفسها. يا رب يكون الشرح سهل ووصل لكل الناس. لو انت عندك اي مشكله في الحمايه، في الاعدادات، في اي حاجه خاصه بالراوتر، لا تتردد انك تسيب لنا تعليق بالمشكله بتاعتك، وان شاء الله هنرد على كل الناس زي ما بنرد على كل الناس. ولو انت شايف ان الحلقة مفيدة اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل شير ولايك للحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.